الآن جاء موعدنا مع الوقفة الاقتصادية لنشرة التاسعة. أخبار المال والأعمال في هذه النشرة تستعرضها لنا فاطمة خليل. مساء الخير فاطمة، أهلا بك. شكرا مصطفى ميزار، شكرا أدا إبراهيم، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا مع نائب الرئيس التنفيذي لشركة كاتربيلر إنك العالمية توماس بيليت فرص زيادة التعاون مع شركة والاستفادة من الحلول والتقنيات والمعدات صديقة البيئة التي توفرها في إطار استغلال كافة السبل لخفض الكربون في عمليات وأنشطة صناعة البترول والغاز. أشار الملا إلى أن العمل في قطاع البترول والغاز في مصر يعد بوابة للشركات العالمية للوصول لمنطقة الشرق المتوسط وما تسخر به من فرص متنامية في ظل تعاون إقليمي فعال تحت مظلة منتدى غاز الشرق المتوسط. من جانبه أكد توماس بيليت أن قطاع البترول والغاز المصري شريك موثوق تتطلع الشركة لزيادة العمل معه والتوسع في أنشطتها في مصر. ارتفعت صادرات مصر من مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء خلال الفترة من يناير إلى مايو من العام الحالي بنحو 2% بقيمة 3,234,000,000 دولار مقارنة بنحو 3,183,000,000 دولار خلال نفس الفترة من عام 2022. وأظهر التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية أن نحو 10 دول استحوذت على 59.9% من إجمالي صادرات القطاع، تصدرتها إيطاليا بنحو 321 مليون دولار ثم كندا وإسبانيا. أنهت البورصة المصرية التعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب وسط تداولات تقترب من 2 مليار جنيه، وارتفع رأس المال السوقي بنحو 14 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1,163,000,000,000 جنيه. على صعيد المؤشرات، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 1.13% ليبلغ مستوى 17,155 نقطة. كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنسبة 85% ليبلغ مستوى 3,400 نقطتين. وشملت الارتفاعات مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا الذي أضاف نحو 9% إلى قيمته ليبلغ مستوى 5,053 نقطة. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط بعد خسائر الجلسة السابقة مع تركيز المتعاملين على خفض السعودية وروسيا للإنتاج وترقب بيانات اقتصادية قد تساعد في التأكد من وضع الطلب على الخام. ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 84% لتصل إلى 78 دولار و34 سنت للبرميل. كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.3% مسجلا نحو 73 دولار و74 سنت. كما ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 28% لتصل إلى $2.56 للتر. هذا وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.2% لتسجل نحو $2.07 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. قال أمين عام منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك إنه من المتوقع ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة 23% حتى عام 2045. أضاف أمين عام المنظمة أن قطاع النفط العالمي يحتاج لاستثمار يقدر ب 12 تريليون و100 مليار دولار خلال الفترة ذاتها، لكنه ليس في طريقه للوصول لهذا المستوى من الاستثمارات. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لأدا ومصطفى لاستكمال ما تبقى من التاسعة. شكرا لك فاطمة على هذا العرض.